معنا الأستاذ حمزة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازاي فضيلتك يا شيخ سلام؟ الله يحفظك يا أخ حمزة، تفضل. الله يبارك في حضرتك ويبارك في علمك. آمين كنت وإياكم. بس عايز استفتح حضرتك في شيء، الله يبارك لك. نعم. ليا أخي، أخي الصغير اللي أصغر مني يريد أن يتجوز بكتابي، وقال لي إن الشيخ سلامة قال يجوز الزواج من الكتابية، سواء يهودية أو مسيحية. مسيحية. أيوه، هو يريد أن يتزوج بمسيحية. في مصر ولا بره مصر هو؟ لا، خارج مصر. طيب، وعايز يتجوز واحدة من أهل الكتاب. تمام. وقال إن حضرتك، أنا بس أريد من فضيلتك الله يبارك لك، انا بتصل اتعلم من فضيلتك، نعم، الله يحفظك. فعايز فضيلتك بس تسع الصدر شوية، ما انا مش هاخد من وقت حضرتك خد راحتك. الله يبارك لك. فقال يجوز، ويجوز كمان ياخدها تحضر القداس ويقعد معاها ويعمل لها ركن البيت تمارس فيه عبادته. تمام، حاضر. معايا حضرتك؟ معاك، فاهم سؤالك كويس أوي. حاضر. ألو. نعم، أسمعك يا أستاذ حمزة، فاهم سؤالك وسوف أجيبك عليه إن فأنا شاء الله. كنت قلت له خلاص أنا لازم قرابة شهرين عايز أتكلم حضرتك والله بخصوص الأمر ده. ربنا الله يبارك يبارك لك، لك ويزيدك علم. الله يحفظك ويرضى عنك ويبارك لك في ابنك ويحفظه لك. فهل هذه فتوى صحيحة؟ يعني حاضر. يجوز ذلك؟ نعم، سنوضح هذا إن شاء الله يعني تعالى. يجوز. نعم، أما عن زواج المسلم من المسيحية أو اليهودية وهم أهل الكتاب فهذا جائز بلا خلاف بين الفقهاء. واضح؟ زواج المسلم الرجل المسلم من المرأة المسيحية أو اليهودية اللي هم أهل الكتاب، وهنا بأكد على المعنى ده وسوف أوضحه بعد قليل. فهذا جائز باتفاق بين الفقهاء ولا خلاف بينهم في هذه المسألة. لكن هنا لابد أن نتأكد من أمرين. الأمر الأول أنها كتابية، يعني تدين بالديانة التي نزلت على نبينا عيسى عليه السلام، و أنها محصنة. دول شرطين مهمين جدا. محصنة يعني إيه؟ يعني عفيفة. طب يعني إيه عفيفة؟ يعني ما تكونش بتتاجر أو بتتساهل في العلاقات المحرمة، لأن الزنا كما هو حرام عندنا فهو حرام في كل الكتب السماوية. يبقى الشرطين دول مهمين جدا، يتأكد ان هي كتابية، يعني ليست ملحدة، لان في كتير ممن يدعون انهم من اهل الكتاب وهم في الحقيقة لا هم يهود ولا هم نصارى ولا هم بيدينوا بأي ديانة اصلا. دول ملحدين بينكرون وجود الله اصلا. فيتأكد ان هي كتابية، يعني تدين بالنصرانية وتدين بالكتاب وبالديانة أو بالشريعة التي جاء بها سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وفي حالة إن هو تزوج واحدة مسيحية يعني توافرت فيها هذه الشروط، فلا بد أن يمكنها من ممارسة عقيدتها وديانتها، يعني ما يمنعهاش من ذهاب إلى قداس أو إلى ما شابه ذلك، لأن ده حقها عليه كزوجة، حقها عليه كزوجة. فإذا الشرع أباح ذلك وأجاز للرجل أن يتزوج من امرأة كتابية، فيجوز له في هذه الحالة أن يمكنها، بل واجب عليه أن يمكنها من ممارسة عبادتها وطقوسها سواء في الكنيسة أو في البيت. لكن برضه في شرط مهم جدا، انه يتفق معاها ان الاولاد ينسبوا الى الاسلام وليس الى غير الاسلام.
إذا توافرت هذه الشروط فلا مانع من الزواج، بس يتأكد من الشرط الثاني ده، لأن كتير من الناس اللي موجودين في أوروبا أو في أمريكا ممن يدعون إن هم من النصارى أو كذا لكنهم ملحدين، أو هي ليست بكرا، أو ربما تمارس هذه المسألة باعتبار إن دي حرية شخصية. فيعني مهم جدا أنها تكون عفيفة وليست متساهلة في هذا الأمر. هذا الحكم الشرعي، لكن لو سألتني عن رأيي ونصيحتي أقول لابني هذا لا تتزوج منها، لأن المجتمعات دي فيها فساد أخلاقي وانحلال أخلاقي، ويتجرؤون على ذلك بدوافع قانونية وعرفية والأمور اللي انتوا عارفينها بقى طبعا، يعني هي النسوية وما شابه ذلك، فهتبقى حياته صعبة جدا جدا. باختصار شديد لو دخل في يوم من الأيام لقى معاها واحد في البيت لا يستطيع أن هو يقول لها أنت بتعملي إيه ولا مين ده بحكم القوانين يعني. وبالتالي يعني إذا كان الحكم الشرعي يجيز ذلك فأجازه الشرع بضوابط شديدة جدا، اللي هي لو جيت في الأصل تدور عليها على توفير الضوابط دي والشروط دي ربما لا تجد هذا الأمر في الواقع. فكثير كثير ممن يدعون انتسابهم لليهودية أو النصرانية هم في الحقيقة إما مشركين وإما يعني ملحدين وإما تركوا الديانة أصلا، كما هو الحال مع بعض المسلمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون يعني. الله يحفظ لك ابنك ويبارك لك فيه إن شاء الله.